مجموعة الأقلام هدية كلاسيكية لأي مناسبة، سواء أكانت عيد ميلاد أم حفل تخرج. نحن لا نتكلم عن أقلام رخيصة كروية الطرف، بل عن نماذج كاديلاك المصنوعة من المعدن الأنيق أو الخشب الفاخر. تعود الريشة إلى عام 700 للميلاد، وقد صنعت من ريش الطيور، وكان يجب غمس طرفها في الحبر مراراً. الريشة الملطخة وغير الفعالة بقيت معتمدة لأكثر من 1000 سنة، حتى عام 1884، حين اخترع أمريكي قلم الحبر الذي يحوي عبوة حبر تملأ ثانية. لكن الثورة الحقيقية أتت مع القلم الكروي الطرف الذي ابتكره الأخوان المجريان عام 1938. الأقلام الخشبية اليدوية الصنع يمكن صنعها من أي نوع من الخشب أو من مجموعة من الأخشاب. يستخدم هذا الحرفي 50 نوعاً مختلفاً من خشب القيقب والسنديان المحليين إلى أخشاب الورد والزيتون والقلب الأرجواني المستوردة. حين يستخدم نوعاً خشبياً واحداً، يمرر اللوحة عبر منشار شريطي ويقطع شريحة طولها 15 مليمتراً وعرضها 15 مليمتراً، ثم يستخدم منشاراً شعاعياً لقطع الشريحة قطعتين طول كل منها 5 سنتيمترات، هاتان ستشكلان غلافي القلم العلوي والسفلي. ثم يستخدم مثقباً ضغطياً لإحداث ثقب قطره 7 مليمترات في كل من القطعتين. صنع قلم من مزيج من الأخشاب يتطلب عملاً كبيراً. عوضاً من استخدام كتل خشبية صلبة، يبني الصانع كتلة خشبية بلصق شرائح من الأخشاب المتباينة. حالما يجف الغراء، يستخدم الصانع مسواةً لإزالة الزوائد وصقل الجوانب، ثم وكما فعل مع القلم المصنوع من نوع خشبي واحد، يقطع الكتلة شرائح طولها وعرضها 15 مليمتراً، لكنه يقطعها بشكل مائل كي تبرز كل شريحة الأخشاب المختلفة. مجدداً يقطع قطعتين للغلافين العلوي والسفلي، ثم يحدث ثقباً فيهما. ابتداءً من الآن تطبق العملية نفسها سواء استخدم نوعاً أو أكثر. يطلي أنبوبين نحاسيين بالغراء ويدخل واحداً في كل غلاف، ثم يضيف قطرات من الماء ليمدد الغراء إلى كل الثقوب بين الأنبوب والخشب المحيط به. هذان الأنبوبان النحاسيان سيحويان آلية القلم. يحتاج الغراء إلى نحو ساعة ليجف، ثم يستخدم مصقلاً يدوياً لجعل الزوايا متساوية وإزالة الغراء الزائد. حان وقت الشق الفني، إنه يدير الغلافين على مخرطة لتشكيلهما. أولاً يصقلهما بدقة، ثم يستخدم مجموعة من الأدوات لمنح كل غلاف تفاصيل فريدة خاصة به. يبرز الأفلام باستخدامه الحرارة التي يولدها الاحتكاك لتصبح قاتمة اللون. بعد حفر التصاميم، يمرر خيطاً رملياً داخل الأفلام. ثم يثقل السطح 3 مرات بواسطة ورق رملي ناعم. لحماية الخشب، يطلي الغلافين ب4 طبقات من الفرنيش المعد للأرضية الخشبية، يصقلهما بالورق الرملي بين كل طبقة وأخرى. حين تجف الطبقة الأخيرة، يستطيع جمع القلم ابتداءً من طرفه العلوي، ثم يلصقه بالغلاف السفلي وينقره بواسطة مطرقة لضمان إدخاله كلياً.
الطرف مصنوع من التيتانيوم وهو معدن مرن جداً. ثم يأتي دور المشبك المصنوع أيضاً من التيتانيوم فيلصقه بالغلاف العلوي. يستخدم أخيراً ملزمة لإقحام آلية القلم التي تحوي خرطوشة قابلة للاستبدال وحلقة من التيتانيوم تجمع الغلافين. كلمة إضافية: يمكن إطفاء طابع شخصي عبر تزويد القلم بمشبك محفور.